13 السفيرة وين صفوان الملكية نصر عجاج الخيال حامد السلامي من الخليل نادي خليل الرحمن نتمنى التوفيق لهذه المهرة بنت البطل صفوان هي سيا سيرين بنت الفحل البطل ترو سيرين نتمنى لها التوفيق ايضا القادم من الصبلات ابو جبل الملك حسن وفيك بصول الخيال اياس ابو جبل محمود ابو جبل يكيد المهرة الى ارض الميدان حصل على عدة مراكز أولى ومتقدمة على نفس المسافة نتمنى لها العودة الموفقة لهذه البطلة سيا آسرين بنت ترو سيرين ما شاء الله تبارك الله بقية المهرات أسرع شوية على الميدان بلو فانتازيا صاحبة مراكز متقدمة ودائما تشارك في هذا الشوط كل احترام وكل المحبة والتقدير لأصحاب هذه المهرة بلو فانتازيا للملك رامي وسمير الهنداوي الخيال على الغرفات القادمة من الاسطبل الأزرق بلو فانتازيا سليم وجدي الخطيب نتمنى التوفيق لهذه المهرة سلطانة ما شاء الله تبارك الله رغد الفانتوم مختار للملك محمد الأشقر بتدريب غازي حماد والخيال الأهلي ياسر حماد عودة موفقة لهذا الخيال نتمنى له السلامة والتوفيق برفقة رغد المختار باللون البرتقالي ياسر حماد تويوتا تندر لون ابيض مسكر الطريق برا صاحبها يكون عند الطريق. بلو فانتازيا القادمه من الاستبل الازرق مع الخيال المايسترو ابو حسين على اغريفات نتمنى السلامه والتوفيق ملكيه رامي وسمير هنداوي بلو فانتازيا. صبرا الشكرا للملك اسعد عواد والخيال احمد ابو جبل تدريب عمر غدير صبرا الشكرا نتمنى لها التوفيق خيال خالد السعدي نتمنى لك السلامة والعودة إلى ميادين السباقات أهلا وسهلا فيك إزارة بريطانيا بركة النهار أسرع ميلادات هي السي سيرين في الانتظار والشوط من نار هذه المهره الانيقه نجمة الميادين وعروسة الميادين سي سيرين بنت الفحل فروز سيرين نتمنى التوفيق برفقة الخيال اياس ابو جبل سلطانة زنور غدير لمالك سليم وجدي الخطيب نتمنى التوفيق لهذه المهرة حاصلة على مركز ثاني في الجولة الماضية سلطانة وجود الامي للنادي احلى انجود يا نسر فوق القمه بعد غدي هل كان معهود وبيدي مني تغلطي يا وضع ساعه المشهود بركة النهار بنت الفحل سلطان النهار مع الخيال نزار غريفات القادمة من قبلي للملك محمد الرياض نتمنى توفيق لبركة النهار نزار غريفات أسرع شوي بالإعداد على بوابات الانطلاق بوابات الانطلاق سي سيرين بركة النهار رغرة البنتم سلطانة صبر الشفراء السفيرة بنت صفوان وبلو فانتازيا
انطلقت المجموعة الثانية على بركة الله تعالى بانطلاقة واندفاع قوية لمهرات مواليد 2013 لجيل وعمر الثلاثة سنوات للمنافسة على هذا الشوط اندفاع مزدوجة وصاروخية ومعهودة ليسي ياسرين اندفاع لكوسرين مع الخيال اياس ابو جهل وبلو فانتازيا باندفاع معهودة للملعب الثاني بخطى ثابتة تتقدم ما شاء الله تبارك الله رغدة المختار في المرتبة الرابعة ياسر حماد وسلطانة تتنافس بكل قوة زلمان غدير شيئا فشيئا تحاول للدخول وبقية المهارات تحاول من الخلف صفيرة بن صفوان صبر الشكراء رغدة المختار وبركة النهر من هناك من بعيد ما زالت ياسر سيرين تتقدم على حساب المهارات وتترأس المجموعة ياس أبو جبل ما شاء الله تبارك الله سيرين يا هلا يا مرحبا يا سيرين نجمة الميادين تتقدم سيرين ما شاء الله تبارك الله جمالك جمال وجمالك جمال مش عادي يا سيرين توسع الفريق على المنعطف الأخير سيرين ما شاء الله تبارك الله سيرين سلطانة وبلو فانتازيا سلطانة في المرتبة الثانية وبلو فانتازيا يا سفيرة بن صفوان شوط رائع لسيا سيرين للدفاع الاثنين سيرين ابو طارق قدرت نادر محميد ام الفهد عبد السلام جرار مجني يتوجون شوط الف مبروك لنجمة الميادين المهرة المتألقة سيا سيرين لترفع لتروس سيرين بكل جدارة واستحقاق ياس ابو جمال والاستقبال يا شباب لهذه البطلة سيا سيرين ابو طارق قدرت يتوج سيا سيرين بطلة هذا الشوط مهارات مواليد 2013 مبروك يا ابو جبل مبروك حسن ونصيف الفضول سلطانه كل احترام وتقدير تنافست للمرتبه الثانيه بكل جداره واستحقاق زنور غدير لمالك سليم وجدي الخطيب ايضا مبروك سلطانه بلو فانتازيا القادمة للصدر الأزرق على تتويج مرتبة ثالثة. بلو فانتازيا على التتويج. سقفونا. لمالك رامي وسمير هنداوي والخيال على الرفاق للصدر الأزرق صاحبة المرتبة الثالثة المبروك سلطانة بلو فانتازيا سي سيرين. اخواننا اخلونا الساحة صادونا النظام وليزونا الشوط الانهر مواليد 2012 شيخ بارس امير الشمالي دبليو هلال زهرة اونيل العادية وغازي على الميدان